كلنا عارفين ان اكبر سورة في القرآن هي سورة البقرة، ولكن معظمنا مش عارف ايه هي قصة البقرة التي تتحدث عنها السورة الكريمة. حبيبي، اولا قصة البقرة دي حدثت في زمن سيدنا موسى عليه السلام في بني اسرائيل. حبيبي، القصة تبدأ كالآتي: كان في رجل غني، كان هناك رجل غني في بني إسرائيل، وكان ثري جدا، ولكن لم يخلف ولد، يعني ما كانش مخلف ولد ليورثه، ولكن كان الوريث الوحيد لهذا الرجل الغني ابن أخيه. فكان ابن أخوه دايما يفكر امتى يموت العم علشان يورثه، لان عمه كان غني جدا جدا وهذا الشاب كان معدم. فكان دائما يسأل متى يموت العم لانه الوريث الوحيد. وطال عمر العم وكبر اكثر واكثر ولم يمت. وهنا بدأ يتعجل هذا الشاب موت عمه، فوسوس إليه الشيطان. خدوا بالكم، الشيطان بيوسوس جامد، عشان كده ما تستعجلش في طلب الخير. فوسوس إليه الشيطان فقال له: اقتل عمك. وخرج على عمه ليلا وقتله. ليس فقط قتله، ولكن أخذ جثته ووضعها أمام أحد بيوت بني إسرائيل لكي يبعد هذه الجريمة عنه، ويتهم الناس شخص آخر. وفي الصباح الباكر انتشر قتل هذا الرجل، انتشر الخبر أن هذا الرجل الثري قتل. وذهب الشاب الذي قتل عمه يبكي وينوح أمام الجثة لكي يمثل ويبعد التهمة والشبهة والجريمة عنه. واختلف الناس وتصارع الناس وتشاجر الناس على من قتل هذا الرجل. فكطبيعة بني إسرائيل يتجادلون ويمكرون ويكذبون، ولكن في النهاية إلى سيدنا موسى عليه السلام يذهبون. فذهبوا إلى سيدنا موسى وطلبوا منه الحكم في هذه القضية. فدعا سيدنا موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى، فاستجاب له الله وأخبره أن يؤمر بني إسرائيل بذبح بقرة. فكانوا يندهشون ويستهزئون، عايزين يقولوا له كده: من ده؟ احنا بنقول لك مين القاتل تقول اذبحوا بقرة؟ ولكن يا حبيبي، دي طبيعة بني إسرائيل، شافوا معجزات كتيرة مع سيدنا موسى ولكن ما زالوا يجادلون. سيدنا موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة، فاستهزأوا في البداية، فرد عليهم الرد الذي ذكر في القرآن: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حبيبي، في اللحظة دي طبعا بدأوا يبحثوا عن بقرة وصعبوا الأمور، وكانوا يجادلوا كثيرا على مواصفات هذه البقرة. فقال لهم سيدنا موسى: إنها بقرة صفراء جميلة، مسلمة لا نشية فيها، مكرمة لا تعمل في حقول. فجلسوا وظلوا يبحثون في الطرقات عن هذه البقرة. وكان على الصعيد الآخر هناك طفل بار بوالديه، بار بوالديه، كان يمتلك هذه البقرة، تركها له أبوه قبل موته. وكانت بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حبيبي، أخذوا البقرة، ولكن أخذوها بسعر كبير جدا، لأن هذا الطفل كان يرفض بيعها. فطلب دنانير كثيرة وأموال كثيرة،
فذهبوا إلى سيدنا موسى عليه السلام يخبروه بأن الطفل غاب في السمن، فطلب منهم سيدنا موسى عليه السلام أن يطيعوا أمر الله وأن يشتروا البقرة مهما كان. فكسب الطفل من هذه البقرة أموال كثيرة، وده كان جزاء رضا الوالدين لهذا الطفل. حبيبي أخذوا البقرة فذبحوها بعد أمر سيدنا موسى عليه السلام لهم. فذبحوها يضرب الرجل الذي قتل بجزء منها، فضربوه ضربوا الذي قتل بجزء من البقرة المذبوحة، فأنطقه الله وقال إن ابن أخي هو الذي قتل. وظهرت الحقيقة بأن القاتل هو ابن الأخ الذي قتل عمه، وأقيم عليه الحد وقتل ولم ينال المال الذي كان يسعى إليه. حبيبي القصة دي بتعلمنا حاجات. واحد، ما نتعجلش في الشيء من ربنا سبحانه وتعالى، وتمشي بحكمة حلوة بتقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القصة بتعلمنا بر الوالدين. لما الطفل كان بيبر والديه ربنا كافئه بسعر كبير جدا أكتر من الطبيعي لسعر البقرة. القصة بتعلمنا لا نجادل في الدين زي ما بني إسرائيل جادلوا سيدنا موسى في سورة البقرة، في قصة البقرة. حبايبي الحلوين، سؤال الحلقة بيقول في زمن من من الأنبياء حدثت قصة البقرة؟ ابعت رسالتك على الماسنجر وعلى الصفحة، وبالتوفيق إن شاء الله، ومعادنا بكرة بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامجنا على العاشرة.